السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع كتاب AEC UK BIM Technology Protocol، ومكملين ده الجزء التاني. دلوقتي هندخل على شرح الكولابريتيف بيم وركينج. هو بيركز على ازاي تشتغل. طبعا هو هنا بيقول لك افضل الممارسات او افضل طريقة تشتغل بيها. فهو بيقول لك في حاجة اسمها كومن داتا انفايرومنت اللي هي CD اللي هي الشكل ده. طيب احنا عاملين قاموس بيم، لو انا جيت هنا قلت له انا عايز كومن داتا انفايرومنت او CDE هيبقى يجيب لي المعلومات الخاصه بيها اللي هي ديت البيانات المشتركه، هيبدا يشرح لك فيديو وصور وكل حاجه انت ممكن تحتاجها. تمام، هو زي قاموس ففي كل المعلومات الخاصه بالكومن داتا انفايرومنت. او ممكن تيجي في القاموس وتبدأ تشوف حرف السي وبعد كده حرف ال سي او ام هكذا، يعني ممكن من خلال الحروف تقدر توصل برضو للحاجة اللي انت عايزها. سي دي اي هتدوس عليها هيبدأ يجيب لك شرح كامل للكومن داتا انفايرمنت. اي كلمة مش مفهومة في اي قاموس بالبيم نشوفها هنا في القاموس دوت، هتلاقي رابط اسفل الفيديو، لو ما لقيتهاش ابعتها لي وانا هضيفها ان شاء الله للقاموس. القاموس ده انا فتحت كل المراجع الاكواد وبدات اخد منها الالفاظ او الكلمات الغير منتشره وبدات احطها. زي كمان داتا انفايرمنت بيبقى زي بيئه كده، بيقول لك انت مثلا تعمل فولدر هسميه ورك ان بروجرس، كرييت نيو فولدر سمي شيرت، كرييت نيو فولدر بابلش، كرييت نيو فولدر اركايف. هنا هتبدأ تحط الشغل بتاعك، الملفات اللي انت شغال فيها، ولما تخلص الشغل بتبدأ تحطها في الشيرد وتبدأ تعمل لينكات. يعني انا مثلا هنا المعماري ما احطش اللينكات بتاعت الكهروميكانيكال اللي معايا في الورك ان بروجرس، لا بحط اللي هي في الشيرد. ليه؟ بحس ان انا ممكن اخد لينك ويكون شغل صفر خالصات. هو لما بخلص جزء معين او اتاكد ان الشغل بتاعي سليم ابدأ احطه في الشيرد، وبعد فترة اروح نقله للبابلش على اساس ان انا ابعته للناس اللي بره المشروع. وكل فترة بنحط الكوبي من الشغل في الاركايف على اساس يبقى زي هيستوري او مرجع نرجع نفهم المشروع اتطور ازاي. فهي دي الفكرة، هي ورك ان بروجرس بتبقى فيها الملفات. الشيرد دي احنا مثلا حاطين الملفات اللي هنبدا نسحب اللينكات والملفات اللي بتجيلنا من الناس اللي بره. Work in progress وبعد كده الشيرت، المعماري والإنشاء الكهروميكانيكال، الثلاثة اللي بره دول في Work in progress وده فوردر الشيرت. فالـ MAB بيسحب اللينكات بتاعت الـ structure والـ architecture الموجودة في الشيرت وهكذا. طيب بعد كده الكود بيتكلم في حاجة اسمها الـ validation. الـ validation دي عبارة إن أنا أتأكد إن الموديل بتاعي سليم ما فيهوش أي مشاكل خالص. فالـ validation بتتأكد ان هو معمول له اوديت، معمول له بيرج، مفيش ملفات ملهاش اي لازمه او فيوهات مش موجوده في الشتات. بنتاكد ان الملف بتاعنا معمول له ابديتد وهكذا، يعني نتاكد ان الشغل سليم. فانا ببقى حاطط لنفسي ورقه كده فيها مثلا 20 حاجه هبدا اعمل لهم تشيك. وفي فيديو كنا عاملينه على الفاليديشن تشيك ليست، قعدنا نتكلم فيها على قناة بيم اريبيا ايه الحاجات اللي هي مهمة ان احنا نفحصها ونشوفها. تمام، يعني بيبقى في كذا قاعدة كده نبدأ نفحصهم عشان نتأكد ان الموديل بتاعنا ينفع يتبعت، ولما استلم موديل اتأكد ان هو سليم. تمام، وبالنسبة للحاجات الليجل فعندي CIC بيم بروتوكول و CIC بيست براكتس جايد فور BII when using بيم وهكذا. وبعد كده اي ملفات بتبدأ تدخلها سواء كاد او بيم لازم تتأكد انها تكون نازلة في نفس الاحداثيات، دي من الحاجات المهمة جدا. طيب ولو في مشاكل بين السوفت وير بنقعد نناقشها، وغالبا بنرجع لحل موضوع الـ IFC. طيب نخش بقى في الموديل استراكشر، بنلاقي ان انا عندي مثلا معماري وانشائي وكهروميكانيكال. ممكن مثلا يكون الملف كبير فابدأ اقسمه، الاركتكشر ممكن يتقسم فلور باي فلور، بينما الاستراكشر ما بينفعش تقسم بالشكل دوت. فممكن نقسمه مثلا نشوف العمود ده مثلا جاي من اول
دور الاخر وفنلندا قسمه. ده حصل في مشروع فنلند حقيقي، كان عندنا المعماري قسمه لاقسام مختلفه، تمام، كان برجين وفي قاعده للبرجين كبيره، فكل واحد فينا اختار سيستم شغال عليه، وكان تقريبا نفس الكلام الموجود هنا بالنص، ما عدا ان الالكتريكال كله كان في ملف واحد، كان شغل بتاع خفيف، فكل كله في ملف واحد. الميكانيكال قسمنا بقى يعني الوتر لوحده والدرينيج لوحده والفاير لوحده والتكييف لوحده والتهويه لوحديها وهكذا. والاستراكشر خدنا قسمنا النظام لكذا حاجه من اولها لاخرها عشان تبقى كامله ومبقاش فيه تقاطعات بينها. فهي الفكره كلها في ان احنا قعدنا ودرسنا الموضوع كويس بحيث ان ما حصلش تعارضات، او ما نقولش لا هنقسم قسمين وخلاص، لا، المعماري دي طريقه غير الانشاء غير الكهروميكانيكا.